السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا ميس اسراء، للناس اللي اول مره تتابعني. شرحنا في الفيديوز اللي فاتت اول درس اللي كان بيتكلم معانا عن ايه. كان بيتكلم عن الماتر والبروبرتيز بتاعتها، سواء كانت الفيزيكال بروبرتيز او الكيميكال بروبرتيز. هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس عشان لو حبينا نرجع للفيديو الاولاني. الدرس بقى ده مختلف شويه عن الليسن اللي فات، لكن هو حلو جدا وممتع. طب بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن حاجه اسمها ماتر construction. بيتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ matter construction. يعني ايه matter construction؟ انا هنا هتكلم عن التركيب الداخلي للماتر بيكون بيتكون من ايه. عشان اتكلم على كده هيرجعني بمعلومه اخدناها زمان في جونيور 4. لازم ابدا الدرس ده بمعلومه بتتكلم عن the cell. يعني ايه cell؟ cell يعني خليه، هي أصغر حاجة خالص، أصغر فتفوتة قد كده موجودة في جسمي. يعني إيه برضو؟ قال لي دي البيلدينج يونت اوف ذا بودي اوف ذا ليفينج اورجانيزم. هو هي دي البيلدينج يونت بتاعة الجسم بتاع الكائن الحي. يعني إيه؟ تعالوا نرجع مع بعض كده شوية. فاكرين الجسم الليفينج بودي اوف ذا ليفينج اورجانيزم، جسم الكائن الحي؟ قلنا إنه بيتكون من جروب اوف سيستم. يعني إيه جروب اوف سيستم؟ يعني مجموعة من السيستمز، مجموعة من الأجهزة. طب زي إيه؟ لو نفتكر أخدنا السنين اللي فاتت أخدنا الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم وأخدنا السيركيلاتوري سيستم وأخدنا النيرفس سيستم، أخدنا كتير جدا من السيستمز اللي موجودة في جسم الإنسان. فكده جسمي أو جسمنا أور بوديز بيتكون من جروب اوف systems. طب systems دي تتكون من ايه؟ system بيتكون من organ. يعني ايه organs؟ organs يعني اعضاء. طب اعضاء زي ايه؟ قال لي اعضاء زي مثلا ال heart، زي ال lungs، زي الماوس، زي النوز. كل دي اعضاء موجوده في جسمي بنسميها organs. طب ال organs بتتكون من ايه؟ قال لي بتتكون من tissues. طب ال tissues بتتكون من ايه؟ قال لي بتتكون من مجموعه من حاجات صغننه خالص جنب بعضها اسمها cell. يبقى انا كده هو هنا بيفكرني. طب هو بيفكرني ليه بالكلام ده؟ بيفكرني ليه ان جسمي بيتكون من حاجه صغيره اسمها سل؟ عشان يدخلني منها لحاجه تانية. يقول لي هل الماتر، هل الماده الصلبه دي او الماده اللي جنبي سواء كانت سوليد او ليكويد او جاز بتتكون من سيستم وسيستم بيتكون من اورجانز؟ قال لي لا، الماتر بتتكون من حاجه اصغر منها اسمها مولكيولز. يعني ايه مولكيولز؟ مولكيولز يعني جزيئات. يعني ايه جزيئات؟ جزيئات يعني حاجات صغننه خالص قد كده، فتافيت كده صغننه. طب دي ايه؟ قال لي it's the smallest part of matter which can exist freely. يعني ايه نقف؟ ده اصغر جزء موجود عندي في الماتر، ممكن ان انا exist freely، يعني ان انا الاقيه لوحده كده، وكمان هيكون فيه البروبرتيز بتاعت الماتر. ايه ده؟ انا مش فاهم اي حاجه. يعني ايه؟ قال لي مثلا تعالوا نتخيل ان احنا قاعدين لقيت في حاجه في الارض كده عورتنا، فبنمسكها كده بنشوفها لقيناها حاجه صغيره خالص فتفوته ازاز، فتفوته كده انت مش شايفها بعينك. فانت لما هتشوفها هتقول ايه ده؟ ده بيبر، ده ورق، ولا هتبقى جاي معاك ان هو ده ازاز؟ لا، ده جلاس. طب احنا عرفنا منين ان ده جلاس مش بيبر؟ لان هو فيه كل البروبرتيز بتاعت الجلاس. هي حته صغيره لكن فيها كل الصفات بتاعت الجلاس. عشان كده انا بقول عليها ايه؟ بقول عليها مولكيول، جزء صغنن خالص من الجلاس وفي كل صفاته، ممكن ان انا الاقيه لوحده. ناخد اكزامبل كمان، قاعد بلعب انا واخواتي، رحت ماسك الورق ورحنا مقطعين الورق ومبهدلين بيه الدنيا لفتافيت صغيره. جت ماما فتحت الاوضه شافت، ما راحت مزعقلنا كلنا، وايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ في حد يقطع؟ هل هتقول الورق ولا هتقول البلاستيك؟ هتقول الورق. حد يقطع الورق كده؟ طب هي عرفت منين ان ده ورق رغم ان هي حاجات صغننه خالص؟ هي عرفت منين ان ده ورق؟ لان الفتافيت الصغيره دي انا بسميها مولكيولز، فيها كل البروبرتيز بتاعه المولكيولز بتاعه الماتر. فماما لما هتشوفها هتعرف ان ده ورق، مش هتعرف ان ده حاجه تانيه. يبقى انا مين هو بقى المولكيولز؟ قال لي it's the smallest part of matter. هو ده اصغر جزء موجود عندي في الماتر، وكمان ممكن exist freely، يعني ممكن يكون الاقيه لوحده، وكمان في كل البروبرتيز بتاعت الماتر. طب تعالوا نشوف ايه تاني. طبعا هنا بيقول لي انه matter in any state، في اي حاله من حالاتها سواء كانت solid او liquid او gas، composed of small building، بتتكون من small building unit، يعني وحدات صغيرة قوي 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 اسمها molecules. اسمها ايه؟ molecules. سؤال complete، سؤال امتحانات. نقط it's the building unit of matter. مين ال building unit of matter؟ هقول له طبعا
molecules، لكن مين البيلدينج يونت اوف ليفينج اورجانيزم؟ هقول له ان دي اتوم. سوري السل، هقول له سوري انا اسفه. لما يقول لي مين هي البيلدينج يونت اوف ذا ليفينج اورجانيزم، الاجابه هنا هتبقى سل. تمام. طيب نكمل. انا بقى هبتدي ادرس البروبرتيز اوف مولكيول، خصائص المولكيولز دي ايه. اللي عندي 3 بروبرتيز، عندي 3، هبتدي ان انا اخد واحده واحده ادرسها ونرجع لها تاني، يعني مش هقول الثلاثه مره واحده. اول حاجه انا هقولها ان انا عندي المولكيولز بتاعتي ان ستيت اوف كونتينوس موشن. يعني ايه ان ستيت اوف كونتينوس موشن؟ تعالوا كده مع بعض نشوف اكسبيرمنت نفهم الكلام ده بيقول ايه. عندي كاب اوف ووتر، كاب كده حلو ومليان ووتر، ماله بقى؟ هبتدي ان انا احط فيه دروب اوف انك، او دروب مثلا نقطه من برمنجانات البوتاسيوم، هي اسمها كده بوتاسيوم برمنجانات. طب ايه دي؟ قال لي دي ماتر كده، ماده او حاجه كده شبه الحبر لونها بينك او لونها بيربل زي ما احنا شايفين. هحط شويه كده في الووتر وهسيبها لفتره. هرجع بعد شويه الاقي البيكر كله اتحول للون البينك او اللون البيربل. طب ايه اللي حصل؟ قال لي المولكيولز بتاعه الانك ابتدت ان هي تتحرك وتنتشر في الميه كلها، فغيرت لي لون الووتر من اللون الشفاف للون البيربل. يبقى تاني ايه اللي حصل؟ هقول له اللي حصل ان المولكيولز بتاعه الانك، الجزيئات الصغيره بتاعه الحبر، ابتدت ان هي سبريد اول اوفر ذا ووتر، ان هي تنتشر في الووتر كله. طب ده ليه؟ ليه هي المولكيولز دي انتشرت؟ هقول له لان المولكيولز ان ستيت اوف كونتينوس موشن، يعني في حاله حركه مستمره. تاني طب ناخد اكزامبل تاني عشان افهم. لو احنا جبنا ازازه برفيوم، او بلاش جبنا ازازه برفيوم، لو احنا رشينا برفيوم في مكان، مش كل اللي داخلين هيشموا ريحه البرفيوم؟ طب ليه؟ رغم ان انا رشاه في المكان اللي انا واقفه فيه، بس انا مش رشاه عند الاوضه، انا عند الباب. لا، انا رشاه في الاوضه من جوه. طب ليه هشمه في باقي الشقه؟ قال لي لان المولكيولز بتاعه البرفيوم هتبتدي ان هي تتحرك، وطالما المولكيولز بتاعت البرفيوم اتحركت فانا هشمها في المكان كله. طب انا برضو كده استفيد ايه؟ استفيد ان المولكيولز بتاعت اي ماتر، سواء كانت سوليد او ليكويد او جازز، كلها in state of continuous motion. طب تعالوا نشوف الكلام ده اهو. بيقول لي هنا the molecules of matter in state of continuous motion. انا عندي هنا المولكيولز، الجزيئات، في حاله continuous motion، يعني حركه مستمر. النوت اللي جايه دي من اهم النوتس اللي ممكن تيجي في الامتحانات. يقول لي هنا the molecules of solid matter، المولكيول، الجزيئات بتاعه السوليد ماتر، مالها؟ هل هي بتتحرك؟ يعني الحاجه السوليد اللي قدامي دي اللي انا ماسكاها الجامده دي بتتحرك؟ قال لي اه، بس حركتها ايه؟ limited vibrational motion. يعني ايه limited vibrational motion؟ يعني حركه limited قوي، محدوده وتقوف vibrational. vibrational يعني اهتزازيه، حركه كده بتتهز في مكانها، وحركه limited جدا انت ما تحسش بيها. طب بالنسبه للموشن اوف ليكويد، قال لي لا، الليكويد more free. يعني ايه more free؟ يعني بيتحرك بحريه اكتر شويه. طب الجازز، قال لي لا، الجازز دي completely free، دي بقى حره جدا ومحدش عارف يسيطر على الجازز في حركتها. هنا ده سؤال امتحاني يقول لي complete the molecules of solid matter، المولكيولز بتاعت الماتر have limited vibrational motion، بيتحرك حركة limited و vibrational، لكن الموشن بتاعت الليكويد هقول له more free، الجازيد هقول له completely free، يعني حرة جدا. طيب تعالوا هنا نشوف مع بعض. يقول لي هنا a drop of ink spread through the water، يعني بتبتدي ان هي تتحرك خلال الميه. هقول له ليه؟ because the molecules of، المولكيولز بتاعه الانك، are in continuous motion، في حاله حركه مستمره، in all direction، في كل الاتجاهات. طب تعالوا نشوف السؤال بتاع البرفيوم، ماله السؤال بتاع البرفيوم؟ بيقول لي هنا when you leave the perfume bottle open، لما تسيب البرفيوم بوتل بتاعتك مفتوحه ايه اللي هيحصل؟ قال لي ساعتها يسمل ايه؟ هتشم ريحتها all over the room، هنشمها في كل، هنشمها في كل الروم. ليه؟ هقول له لان المولكيولز بتاعت البرفيوم in state of continuous motion، في حاله حركه مستمره، وكمان فيها كل البروبرتيز بتاعت البرفيوم. يعني ايه فيها كل البروبرتيز بتاعت البرفيوم؟ يعني احنا مثلا رشينا برفيوم مثلا بريحه الفواكه،
هل مامي لما هتدخل من جوه هتقول لنا ايه ده انتوا شامين، انتوا حاطين برفيوم مثلا بريحه حاجه تانية، ولا هي برضه هتبقى شامه نفس ريحه البرفيوم اللي انتوا رشيته؟ هو نفس ريحه البرفيوم اللي احنا رشيناه، فعشان هي فيها نفس البروبرتيز بتاعه الموجود في الباطل نفسها، ما اتغيرتش. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده هنا. يبقى احنا كده قلنا اول حاجه ان انا عندي هنا البرفيوم او سوري المولكيولز ان ستيت اوف كونتينوس موشن، في حاله حركه مستمره. طب تعالوا نشوف تاني حاجة عندي، وهي إن أنا عندي حاجة اسمها intermolecular spaces. يعني إيه intermolecular spaces؟ يعني مسافات. يعني إيه الكلام ده؟ أنا مش فاهم. تعالوا نشوف، بصوا هنا كده، خليكم معايا. بصوا شايفين هنا معايا الـ experiment دي، جايب لي هنا water وجايب لي معاها ethyl alcohol. water و ethyl alcohol، وبعدين بيقول لي هنا إن أنا عندي 300 كيوبيك سنتيمتر من الووتر، وعندي عليهم 200 كيوبيك سنتيمتر من ايثايل الكحول. لما ابتدي ان انا احطهم على بعض، متوقعين الحجم يوصل لحد كام؟ 500. لقيت لا، ده انا عندي الحجم بقى 488، يعني مجموعهم قبل ما اعمل لهم ماكسنج اكبر من مجموعهم بعد ما عملت لهم ماكسنج. طب ده ليه؟ قال لي ان الايثايل الكحول المولكيولز بتاعته ابتدت تدخل في المسافات اللي موجوده بين الووتر وبعضها. ايه ده؟ مش فاهم. انا عندي مثلا لو تخيلت ان دي المولكيولز بتاعت الووتر، شايفين كده، ادي المولكيولز بتاعت الووتر، مالها؟ في هنا بينها وبين بعضها مسافات، يعني مثلا نوضحها بلون تاني. انا عندي اهو في بينها هنا وبين بعضها في مسافات، شايفين المسافات دي؟ دي مسافات موجودة بين المولكيولز وبعضها. لما جينا حطينا الكحول، ايه اللي حصل؟ ابتدى يدخل بين المسافات اللي موجودة ويملاها، فعشان كده الحجم بقى قليل. يعني ايه برضه؟ مش فاهم. تعالوا ناخد اكزامبل تاني. لما نجيب بيتر فيه مية ونحط فيه مثلا معلقة سكر او معلقة ملح ونقلب، ايه اللي بيحصل؟ بنلاقي ان الملح او السكر اختفى. يعني ايه اختفى؟ يعني غاب. طب راح فين؟ قال لي بيدخل بين المسافات الصغيره اللي موجوده دي، اللي بين المولكيولز بتاعت الووتر وبعضها. يعني بين كل مولكيول في مسافه، المسافه دي بيدخل جواها الحاجه اللي احنا بندوبها، سواء كانت شوجر او سولت او ايثايل الكحول. فانا هنا بعمل كده ليه؟ عشان اتاكد انه there are intermolecular spaces، عندي intermolecular spaces، عندي مسافات بينية بين المولكيولز of matter. طب لما يطلب مني في الامتحان يقول لي يعني ايه intermolecular spaces، هقول له ايه؟ هقول له the space هي دي المسافة that are found among the molecules of matter، اللي موجودة بين المولكيولز of matter، دي المسافة اللي موجودة بينهم. اتسأل هنا سؤالين give reason مهمين. يقول لي the volume of mixture of water and alcohol، الحجم بتاع الخليط بتاع المية وبتاع الكحول أقل من مجموعهم بعد ما خلطتهم، يعني سوري قبل ما خلطتهم. يعني أنا المفروض كان يبقى معايا 500، لما عملت لهم mixing بقوا 488. ده حصل ليه؟ هقول له لأن some molecules of ethyl alcohol، شوية من المولكيولز بتاعت ethyl alcohol دخلت في الانترمولكيولر سبيسز among the water and molecules، دخلت بين المسافات اللي موجوده بين الواتر مولكيولز. طب يديني سؤال تاني بصيغه تانيه، يقول لي هنا disappearance of little amount of table salt، عندي اختفاء لكميه من التيبل سولت، فين؟ لما احطها في بيكر جواه ووتر، ليه هتختفي الملح ده؟ ليه هيختفي؟ قال لي لان المولكيولز بتاعت التيبل سولت spread in the intermolecular spaces among water molecules، بيدخل بين السولت او الشوجر، بيدخلوا بين السبيسز او الانترمولكيولر سبيسز اللي بين المولكيولز، دخلوا في المسافات اللي بين المولكيولز وبعضها. صعبه؟ يبقى احنا كده اخدنا طب هنا في برضو معلومه عشان ما قلناهاش، الانترمولكيولر سبيس، المسافات دي تفتكروا معايا ان هي في الماتر في السوليد نارو ولا لارج ولا فيري لارج؟ يعني المسافه بين المولكيولز في الماده الصلد تفتكر ان هي كبيره ولا صغيره؟ برافو، صغيره جدا. طيب في الليكويد؟ لا هي لارج. طب في الجازز؟ قال لي هي فيري فيري لارج، المسافات كبيره جدا جدا جدا. يبقى تاني، يبقى انا عندي هنا المسافات بتاعتي لو ما اقول الانتر مولكيولر سبيسز في السوليد هقول ان هي تاني او نارو يعني صغننه. طب في الليكويد هقول لارج، في الجاز هقول فيري لارج. طب دي كده احنا اخدنا الانترمولكيولر سبيسز واخدنا
ال state of continuous motion. طب تالت حاجة أنا ممكن أخدها النهاردة إيه؟ أو تالت حاجة أخدها في الفيديو ده إيه؟ إن أنا عندي حاجة اسمها attraction force، عندي حاجة اسمها إيه؟ attraction force، قوة جذب. يعني إيه attraction force؟ تعالوا نفهم. قال لي ال attraction force دي هي القوة اللي بتربط لي المولكيولز ببعضها، دي حاجة كده بتخلي المولكيولز لازقة ببعضها. مش فاهم يعني إيه؟ قال لي يعني مثلا أنا لو جربت أكسر an iron piece with your finger، لو أنا قررت أكسر مثلا قطعة حديد بصوابعي هقدر؟ لا مستحيل. ليه مش هقدر؟ قال لي لأن دي مادة solid، ال attraction force اللي بين المولكيولز وبعضها كبيرة جدا جدا، يعني قوة التجاذب وقوة الربط اللي موجودة بين المولكيولز بتاعتهم كبيرة قوي، ماسكين في بعض جدا، فصعب إن أنت تفرقها. هقول له كده it's difficult to break the iron piece، صعب ان انت تكسرها. ليه؟ هقول له عشان ال attraction force اللي بين المولكيولز very strong in solid، قوية جدا 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 في الصوليد. طب اتسأل سؤال تاني يقول لي what happened when you try to divide an amount of water، لما تحب تقسم كمية مية، جبت معاك ازازة مية وعايز تقسمها في كوبايات، هل الووتر هيمسك في الازازة ويقول والله ما نازل؟ لا، هيبتدي ان انت تقسمه بكل سهوله. ليه؟ قال لي لان في اتراكشن فورس بين الليكويد لكنها ضعيفه. يبقى تاني الاتراكشن فورس بتاعت الليكويد مالها؟ ويك، ضعيفه، فسهل ان احنا نقسمها. طب الاتراكشن فورس اللي موجوده في الجازز طبعا فيري ويك، ضعيفه جدا، مفيش اصلا، ممكن يكون مفيش تجاذب بين المولكيولز وبعضها. فاقول له هنا it's easy to divide the amount of water، سهل ان احنا نقسم ال divide of water ال amount of water. ليه؟ قال لي عشان ال attraction force among molecules is very weak، او هي weak جدا في الليكويد. طيب يعني ايه بقى بعد الكلام ده؟ عايزه اقول يعني ايه intermolecular force؟ هقول ان هي دي القوه اللي بند ذا molecules، هي دي الفورس اللي بتربط لي كل المولكيولز ببعضها. وزي ما قلنا ان الانتر موليكولر فورس في الجازيز almost not exist، يعني غالبا مش موجوده، ضعيفه جدا لدرجه لا تحسب. اخر حاجه، لا هو كفايه كده في الفيديو ده عشان ما يبقاش طويل علينا، هنتكلم عن الجزء بتاع السوليدز ان شاء الله في الفيديو الجاي. احنا كده اتكلمنا عن الكونستراكشن وقلنا ان الماتر بتتكون من مولكيولز، وكمان قلنا البروبرتيز بتاعه المولكيولز. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.